والله يعني تحية لكل الشباب المشارك في جائزة هرقة للسينما والفنون. اليومين دي هم زي ما بيقولوا الشغل على الرجل وقدم وساق، زي ما بيقولوا تجهيزا لجائزة هرقة للسينما والفنون. خلاص في فاضل لها أيام بسيطة، يعني زي 23 يوم وثلاثة أسابيع والجائزة تبدأ، ما بالك إنه تكون كمان في مكان بعيد برا الخرطوم، يعني في بورسودان، في جزيرة سواكن. نعم، بس هناك أنا حابة مصطفى قاعد. يعني أي أضيف حاجتين. جائزة هرقة الدولية للسينما مش بحكم ان انا وجودي في الجائزة كنائب مدير مؤسسة جائزة هرقة الدولية للسينما والفنون، لكن مهم جدا ان يكون في شباب واعي مليان جدا بالطاقة، مليان جدا بالحماس، عنده شغف تجاه حاجة معينة، عنده تحدي كل سنة بيحاول انه يقوم يواجهه في كل نهاية سنة عشان يقدر يحقق ويضيف حاجة للسينما في السودان. جائزة هرقة الدولية للسينما والفنون هي بتكون كل شهر ديسمبر من اي سنة، فالحمد لله هي بقت عبارة عن احداث سينمائية او حدث سينمائي بتنتظره كل الاوساط السينمائية سواء كان داخل السودان وحتى مختلف مناطق العالم. بعض الاراء يا تسنيم سمعت قبل كده في شباب بيتكلموا يقول لك واحنا عندنا سينما في البلد دي عندنا سينما على فكره، وتاريخنا كان عنده سينما كثيره، وكان زمان عندنا افلام كثير بتنتج في السودان، ونقامات كان بتنتج افلام في السينما، وكان عندنا دراما قويه. ما معنى انه هسه حصل شويه كده بس تراجع بسيط، لكن في شباب زي الشباب اللي شغال في جائزه هرقة او باقي المهرجانات الكثيره اللي بنسمع عنها بتاعت الفيلم العربي وسودان فيلم فاكتوري، كثير من المهرجانات والجوائز ديل اللي هم هيرجعوا دور السينما في السودان، وديل اللي هيرجعوا انه السينمات تفتح تاني ويكون في انتاج سينمائي في السودان، ونشاهد فيلم سوداني بيشارك في جوائز عالميه وخارجيه. الحلم ما حرام، والحلم ما بقروش، الناس دي بيحلموا لكن شغالين، ودي ده نتاج الشغل بتاعهم اللي احنا هسه شاهدناه في البرومو ده، ولسه هتشوفوا في الافتتاح بتاع المهرجان والحاجات اللي هيعرضوها والافلام المشاركه والدول المشاركه من برا. فيا ريت يا ريت انه الناس تقيف، يعني تقيف معاهم، والما بيقدر يجيف ما في داعي للهدم، يعني ويقول انه احنا ما بنقدر وما بنعمل وبتاع. لا، في شباب سوداني كثير قادر يعمل. واحد من الشباب ديل هو مؤسس الجائزه ومدير جائزه هرقة للسينما والفنون مصطفى النعيم، وصديق شخصي يعني للبرنامج، وكان مؤسس بتاع برنامج صباحات. أكيد أكيد. مصطفى اليومين دي هو في بورسودان لانه هو هناك يعني واجد على العمل بنفسه والتجهيزات الاخيره والشغل ماشي كيف هناك، ويعني الله يعينهم يا رب جميعا على الشغل اللي هم بيقوموا به. واحنا مصطفى معانا عبر الهاتف من بورسودان. مصطفى صباح الخير. صباح النور يا مازن، صباح النور يا تسنيم، وصباح النور لكل الناس اللي بيحضروك وبيسمعوك. الجو كيف يا مصطفى بورسودان؟ بداية الجو عجيب. الجو مغير جميل جدا جدا ما شاء الله، وحتى الناس يعني الناس في بورسودان او في ولاية البحر الاحمر عندهم ميزة جميلة جدا جدا، الابتسامة. الناس هنا كلها مبتسمة ومبسوطة، تحس انه في حاجة مختلفة عن باقي السودان كله، يعني مع احترامي لكل الناس. السماحة الشديد. في مخطط يعني. طيب مصطفى ورينا هال اخر التجهيزات. خلاص انتوا دخلتوا شهر ديسمبر والايام المعدودات فضلت. والله يا اخي الحمد لله طبعا التجهيزات ماشيه كويس، وكل زول مسؤول من حاجه في الجائزه هو قادر يعني ينفذها وقادر يجيب عليها بطريقه كويسه. ممكن يكون عندنا بعض المخاوف البسيطه لكن قادرين نتغلب عليها من خلال انه الاراده قويه جدا جدا، الفكره بتاعت انه لازم نحقق الحاجه بتاعتنا بكامل وجه هي دي اللي بتخلينا يعني نتغلب على كل المخاوف. ومن في بورسودان صراحه التقبل كبير جدا جدا لجائزه السهارة من خلال الشباب ومن خلال مثلا الولايه ولايه البحر الاحمر. طبعا الايام دي بتستعد لاغامه المهرجان الحادي عشر بتاع السياحه والتسوق بتاعها، نحن طبعا تحت الفعاليات بتاعتهم حنكون ضمن فعاليات المهرجان، وبرضه والله لاقيين كل الترتيبات وكل لاقيين كل المساعدات والحياه يعني في البلد يعني. نعم مصطفى، احنا عايزين نشرك المشاهدين وكل الناس اللي بتتابعنا الان عبر قناه سودانيه 24 على التجهيزات النهائيه فيما يخص فيديو كليب او حتى البرومو اللي هي قصدنا او قصدت جائزه هرقة الدوليه للسينما والفنون تعملوا بطابع مختلف. والله اول حاجه البرومو ده او الفيديو كليب ده يعني صراحه قصته جميله جدا جدا. انه اول حاجه من كونه مما بدا من اول يوم، من اول ما بقى فكره. من هنا انا بحيي محمد رشاد الكاتب الشاعر الجميل الصديق، انه يعني في زمن بسيط جدا جدا قدر يعني يشيل احلامه وافكاره دي يحطها في كلمات جميله متناسقه. وكمان برضه بشكر الشباب المشاركين من ابتداء من الاستاذ شرحبيل احمد ومازن حامد وسيدي دوشكا ومنى مجدي وسام جامبو، كل زول وقف على الفيديو ده او الغنى والكلام قبل ما يبدا فيديو انه يكون حقيقه. صراحه دي كانت برضه يعني جهود كثير جدا جدا من ناس كثير جدا حلمت وصدقت الحلم ده عشان تشوف قدامها حقيقه.
فكوننا نطلع من الخرطوم ونجي لبورسودان برضه دي كانت حاجه برضه ممكن انت عارفه والناس كلها يعني عارفين تحدي. الشباب ظروفهم ممكن تكون شويه صعبه، الناس تقدر تنتج عمل ضخم زي الفيديو كليب اللي احنا هننتجه او هيطلع او هيصدر بعد كم يوم ده، الناس هتصدم في تكاليف وفي حاجات وفي شيء انه ممكن يكون معمول مش بابسط الحاجات لكن معمول بشطاره، معمول بفهم، يعني مثلا زي ما بقولها مصطفى معمول بحب، مش بقولها حاجه متعامل بحب تطلع احلى، مش يقول حاجه متعامل بحب تطلع احلى. يلا بس شفت الحب ده هيكون هو يعني اساسا الحاجه اللي هتطلع دي ان شاء الله، هتشوف انت حاجه تمام. مختلفه تماما، فيها شيء متماسك وفيها شيء مختلف اللي هو فعلا زي ما انت قلت الحب بين الناس، الحب في انك انت تطلع الحاجه بصوره كويسه. صراحه كانت فتره متعبه جدا جدا، يعني انتاج كان متعب مرهق، نسبه الحاجات كثيره جدا جدا، البلد احنا ما يعني ما بنعرف عنها كثير، وده تصوير بتاع حاجات يعني كثيره ومحتاجه التصوير طبعا ما بيكون صعب يا مصطفى طبعا، لا 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 بيكون صعب. لازم تعرف الاماكن والحاجات دي عشان صعب تقدر صعب تطلع حاجه جميله. طيب مصطفى هالفيديو كليب ده هنشوفه بتين اكسكلوسيف على او حصري على اسم الدكتور؟ على حسب الاتفاق انه يوم 5 ينزل على 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 الوساطه كلها، وطبعا اكيد حصري على اسم الدكتور باعتبار انه هي الشريك الاعلامي لجهاز التعرض الدولي للسينما والفنون، وان شاء الله برضه احنا ناويين نديله كل القنوات السودانيه وكل اي قناه بتطلبه، هو محتوى الفيديو اصلا بيشبه السودان، بيتكلم عن الترحاب، بيتكلم عن الحب والكرم في البلد، بيتكلم عن جمال المنطقه بتاعه ثلاثة البحر الاحمر، انه احنا بلدنا ملانه يعني فيها سياحه وفيها كله حاجات ممكن تكون هي مقومات عشان البلد تكون في مقدمه البلاد كلها يعني. احنا شاكرين لك جدا يا مصطفى النعيم كل المعلومات اللي انت حبيت ان انت تقولها لنا، وكمان انه خلينا نقول على انك انت وقفت على اهم الملامح الاخيره فيما يخص تجهيزات النهائيه للفيديو كليب اللي ان شاء الله هو حيتم تدشينه يوم 5 ديسمبر. شاكرين لك جدا، ان شاء الله رب موفق ويوم سعيد ومليان جدا بالحماس والانجاز.